Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ba'i basyara faj'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأفضل الخلق والورى وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن النكاح سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لأخشاكم من الله وأتقاكم ولكن أصوم وأفطر وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال أيضا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأصل للفرج فإن لم يستطيع فعني بالصوم فإنه لو جاء وقال أيضا خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها وقال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال أيضا وأنفقوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولمشايخي ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله بنعمته تبتدئ الصالحات